أما هلأ رح نبدأ بأولى فقراتنا من عالم الجمال يلي أكيد ما بيقتصر إنه يكون نحن حلوين، كمان بدنا بيت مرتب وبدنا ديكور حلو. زينب حكي لنا شوي عن فقرتنا لليوم. اليوم رح نحكي عن تغيير الديكور فرح، وأكيد بأفكار جديدة رح تكون معنا لليوم. ممكن إنه نعيد تدوير، ممكن نبتكر أفكار جديدة أو لمسات بسيطة. اليوم رح نحكي كيف فينا نستغل كل الزوايا بالبيت، طبعا مع المهندس المعماري عامر البزنة. صباحك يا عامر. صباح النور يا هلا. يسعد صباحك. صباحك يا رب. يعني صباح الخير عامر. صباح النور. أهلين فرح. يعني فرح انه نحن دائما بنحب انه نغير شيء بغرفتنا، شيء مثلا باي زاويه بالبيت، فانت غيرتي هالسنه ولا؟ اي انا دائما اذا بنتقل من الصيف للشتي هذا التغيير بحس انه لازم غير شيء، بغير شيء بنفسيتي. شو رايك عامر؟ طبعا هلا دائما لما عم نغير باجواء البيت بنغير من بين الصيف والشتي بشكل تلقائي، نحن بنحس مثل ما الطبيعه بتتبدل، الشجر ببدل وراقه، ممكن اللي شفت نوع الاشجار بتنزل وراقه بترجع تطلع اوراق جديده. نحن بنحب كمان نبدل، بنحب نعيش بجو جديد لنقدر نتأقلم مع كل فترة من فترات الحياة بشكل عام. يعني هلا اليوم مثل ما قلتي زينب رح نحكي شوي عن يعني بعض الأخطاء الشائعة بتوزيع الصالونات. أحيانا في ستات البيوت بيكون عندها مشكلة بتوزيع البيت عندها بين مطبخ بين صالون بين غرفة نوم، فاليوم رح نشوف شوي مع الصور بعض الأخطاء الشائعة وكيف بتم إصلاحها. صورتين غلط وصح، خبرنا عمر وين الغلط وين الصح. هلا مثل ما شايفين بالصورة الأولى عم بيكون عندي الصالون نوعا ما طويل، فأنا فتت من باب البيت الرئيسي وصلت لصدر البيت أو هو نهاية المنزل أو خلينا نقول آخر نقطة بالبيت، فأنا كيف يتم التوزيع اللي موزعينه بطريقة خاطئة، فعم بلش فتت من الباب فورا لقيت بوشي مطبخ وكونتوار حادد لي الرؤية، يعني أنا واقف هون عندي إشارة الإكس، أنا ما عم بقدر شوف ما بعد إشارة الإكس، فهذا نوع من الأخطاء المعمارية الشائعة بالتوزيع داخل المنزل. فالحل هو أني أنا أقلب المطبخ بدل ما يصير شكل الكونتوار أو الجزيرة الوسطية مش هذا الشكل العمودي على الجدار، لا أنا بخليها موازية للجدار وبعطي إمكانية رؤية مثل ما أنا شايفين هون، إمكانية رؤية أكبر لغرفة الطعام. هذا بيعطي مساحة أكثر يمكن. تماماً. تماماً. أنا بكسبت المساحة تمام، وإضافة لهالشيء أني أنا بالوضع هون مالي عاطي خصوصية لغرفة النوم، وهذا الشيء كثير خاطئ. يعني انا مجرد طلعت تماما، اني مجرد اني طلعت من غرفه النوم وصلت فورا صرت لقيت حالي بالصالون، كمان هذا خاطئ. تم حله باني انا عملت مثل توزيع موزع صغير عم يوصلني على غرف النوم والحمام الخاص بالمنزل. نعم. نشوف الصوره اللي بعدها. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها حتى نشوف كمان الاشياء الصحيحه والخاطئه. تمام. هلا بهي الصوره مثل ما نعم نشوف دخلنا من الباب الشقه، كمان نفس الشيء توضع المطبخ بهذا المكان عم بيسبب لي اعاقه بالحركه، يعني انا دخلت من الباب البيت الرئيسي فرضا جاي لعندي ضيف جاي لعندي حدا، دخلت بشكل خاطئ فوتت فورا على المطبخ، فانا لقيت الحل اني انا فورا اقلب المطبخ لهي الجهه، حيكون المطبخ مندمج مع الصالون بسبب مساحه البيت الصغيره، بس انا هون اني انا بعدت المطبخ من هي الزاويه، خصصت زاويه الدخول ليكون عندي مثلا مكان لحط فيه الاحذيه، مكان لحط فيه احيانا الترانشكوت وقت يكون في مطر، فكثير مهم هذا الموضوع خلف باب المنزل. واضافه لهذا الشيء اني انا عم بستغل ولما واقف بالمطبخ مثل ما شايفين الشخص اللي واقف بالمطبخ قادر يشوف او يكون عنده مدى رؤيه لكامل مساحه الشقه، بينما اللي واقف هون عم يشتغل هو ما له شايف شيء ابدا من الشقه، وهذا الشيء كثير مهم لستات البيوت. يعني عم خلينا نقول نراعي الخصوصيه شوي بتوزيع البيت، هذا شيء كثير مهم نراعي الخصوصيه، ونراعي انه اوقات بيكون في طلاب او بيكون في اطفال فلازم يكونوا شوي منعزلين عن باقي البيت. صحيح. ونحن كمان يعني الموضوع اللي كنت عم بحكيه انه الست البيت هي عم تطبخ او هي عم تشتغل بالمطبخ كثير مهم تكون عم تراقب اطفالها، يعني سواء كانوا صغار او حتى كبار، فهذا الموضوع مثلا بوجود المطبخ بهذا الكورنر كمان عم يكون كثير خاطئ. خلينا في صور لسه؟ في صور فينا نشوفها. خلينا كمان نحكي عامر نستغل معك هي كمان الفقره ونحكي عن توزيع الاساس كمان بشكل خاطئ. تماما. يعني نحن مو بس تقسيم البيت، احيانا بنشوف الاساس البيوت مثلا ما أنا عمليه. صحيح. مع انه البساطه هي اللي لازم تعم على كل شيء والشيء العملي لحياتنا. تماما. يعني دائما عم نشوف في تعجيق، في كثير من الاغراض بالصالون مثلا ما في راحه، احيانا بتفوت على بيوت تلاقي فيها راحه بالرغم من بساطتها، وبيوت
بالرغم من فخامتها ما فيها راحة، فخبرنا عن الأخطاء كمان بتوزيعها. تمام، هلأ من الأخطاء الشائعة كتير بيكون صالون البيت كتير صغير، ما في مساحات لحتى أنا أروح حط الأكسسوريز أو ديكوريشنز اللي عم نحطها ممكن تنحط بصالون مساحته مثلاً 20 متر، هذا الصالون ما بنشوفه غير بالفلل الضخمة. فأنا هاي من الأخطاء كتير شائعة وكتير بشوفها عند ستات البيوت، بيفكروا أنه نحن لما بنحط فازي هون وبنحط تريا مثلاً كريستال قد الأوضة كلها كل ما كنا تماماً، أنه نحن كل ما كبرنا كل ما حيبين الصالون عندي أفخم وحيبين نوعاً ما أتقل، بس هذا الشيء خاطئ لأنه في يعني في جملة معروفة معماريا انه البساطة هي كل شيء. فلما نحن كلمة البساطة تعني كل شيء، يعني انا بدي احاول قدر المستطاع كون بسيط، بس بنفس الوقت هي البساطة بذكاء، يعني انا بعرف ليش حطيت هي الفازة هون، بعرف ليش حطيت هالشال مثلا على طرف الكنباية هون، ليش غيرت لون المخدات تبع الكنباية، شو الهدف من كل شغلة انا بعملها ببيتي. تمام. فكتير مهم انه نحن نتبع البساطة بس بذوق صاحبة البيت او صاحب البيت. كمان البساطة مو بس بشكل الاساس عم بيكون، حتى يا زينب باختيار الالوان او بنفوت على بيت عيننا بترتاح بالالوان تماماً. المتناسقة الحلوة، وقت منفوت يمكن كل كنباية لون وكل حيط لون وكل حيط لون ونتعب من الألوان. خلينا نحكي كمان ترتيب الأساس ولون الأساس قد بيلعب يمكن أنه نحن نعطي يمكن مساحة أو راحة للعين حتى والنفسية. تمام طبعاً أكيد هي أهم شيء هلأ حالياً بهالفترة. هلأ بشكل عام عم نشوف أكيد على الفيسبوك بتمرق معنا صور أحياناً أنه بفوت بلاقي البيت قوس قزح، يعني ما في لون مو موجود بالبيت وما في تناسق تماماً. بالنهاية أنا لما بحط لون دائما في شيء اسمه كالر بليت، يعني هي مثل عنصر بتكون جامعين فيه الالوان بتتناسق مع بعضها. يعني انا مثلا في عندي بنسميها الوان الخريف اللي هي بتجي الاورانج الاحمر البني، هي الالوان اللي دائما يعني بتجي مع بعضها، الالوان الحاميه تماما الالوان بتجي مع بعضها. مثلا انا بدي احط مثل هلا ديكور الاستوديو عنا مثل ما شايفين حاطين اللون الازرق مع اللون الاخضر، يعني في نوع من التناسق باختيار الالوان وهذا العنصر شيء كثير مهم. تماما كثير مريح. هلا دائما في نقطة مهمة انه انا بدي احاول حتى تلوين الجدران او دهان الجدران يكون يتناسق مع الفرش، يعني انا ما بقدر احط لون الجدار شيء واجي اقول يلا حاكسره بلون الفرش، لا هو مو موضوع كسر، مو موضوع انه انا اروح اطلس الحيطان كلها ترمادي اكسر اللون. تماما ايوه هي الكلمة دائما الشائعة عند ستات البيوت انه انا بروح بطلس حيطان البيت كلها ترمادي واجي اقول يلا انا حاكسر بالوان فاتحة بالفرش، بس هذا الشيء خاطئ وهذا الشيء يعني مضر للعين بصراحة. بالنهاية انا بدي اشوف لوحة متكاملة، دائما باكد على هي الجملة انه انا بدي اشوف لوحة متكاملة، شوف الجدران مع الأرضيات مع الفرش مع الستائر مع السجاد في حال وجود سجاد ضمن المنزل. فهذا الموضوع كتير مهم نحن نراجع بس ببساطة قبل ما ست البيت تقرر تجدد أو حتى بجوز ما يكون عم يجدد، يعني إحنا عم نحكي اليوم ما بدنا كمان تكاليف باهظة بالتجديد تماماً. بجوز تكون عملية يعني تغيير وجوه للكنب مو أكثر من هيك. فأنا ببساطة بس بطلب من ستات البيوت أنه قبل ما أنت تختاري اللون ما تختاري بشكل فردي، يعني أنا ما روح شوف أمايش بشكل فردي، لا خلينا نشوف كذا ماشي كذا لون ممكن ندمجهم بالنهاية هنا حيطلع نفس التكلفة ما حدا تغير شيء. عامر يعني خلينا نحكي هيك بالختام نصائح بسيطة كمان لكل ست اليوم حابة تغير تستغل كل زاوية بالبيت، أهم الزوايا المفروض تعطي لمسات لو كانت حائط أو زاوية صغيرة فيها كراسي مثلا كيف فيها تستغلها. تماما هلأ بنشوف أحيانا يمكن في عنا صور بتوضح لنا تماما كثير منيحة الصورة، مثل ما شايفين هون أحيانا بيكون عنا ضمن البيت في هالخلعات هي هون شايفينها هيك. طبعا. هلا ستات البيوت بينزعجوا منا انه انا هي ما عم بقدر احط فيها شيء، بالعكس انا بقول لهم انه هي الخلعات هي من اكثر الاماكن جمالا بالبيت، ليش؟ لانه انا ممكن ببساطه مثل ما قلتي زينب نحط كنبايتين مفردتين مع طاوله صغيره مع فاز صغير عم يعطيني كورنر خاص. درج المد العربي راجع بكسره يعني تماما بالضبط، من المد العربي عم بصراحه عم يستخدموه بافخم الفلل، العالم لما بقول لهم مد عربي بيستغربوا انه شو عم ترجعنا مد عربي، لا بس هو هلا الدارج وعم ينحط بافخم الفلل سواء عندنا او برا يعني بالبلاد العربيه كلها يعني تماما بالضبط. البروكار احيانا عم نحط على سيره الكنبتين المفردين، احيانا ممكن نحط احنا الصدف الكنب الصدف اللي عم ممكن عم ينحط كمان بطريقه كثير حلوه كونه هو شيء بيرجعنا لدمشق القديمه وللشام القديمه والبيوت العربيه القديمه. نعم. كمان من الاخطاء اللي بنشوف عفوا من المشاكل اللي بتلاقي ستات البيوت بيطرحوها انه انا عندي بنص صالوني في عمود، انه انا هذا العمود مشوه لي ونازع لي، كمان بقول لها لا بالعكس وجود العمود
هو عنصر إضافي موجود لحاله، فأنا بدي استغل هذا العمود كيف موجود بالصالون لحتى أقدر وصل رسالة جميلة ضمن منزلي. أنا ممكن أنا أوصل بين الصالون وبين أقرب جدار بحوض سمك، ممكن يكون في عندي رفوف بلور، ممكن عم نقدر نعمل بالأعمدة أشكال كتير حلوة. حتى أحياناً عم نضيف عمود مزيف ضمن الصالون في حال كان الصالون بيسمح طبعا بهذا الشيء، لانه هذا كثير مهم موضوع انه انا اتاكد من مساحه صالوني قبل ما اجي اقول بدي احط او بدي اقيم. صحيح. فكمان هي واحدة من النصائح اللي ممكن نقولها للستات البيوت، انه بس نحن ما ناخذ نشوف بعين واحده، خلينا عم نشوف بكذا عين لنقدر نشوف السلبيات والايجابيات لكل فراغ. نعم طبعا. دائما عامر بنقول البساطه هي كل شيء. اجمل شيء. صحيح. ولمسات بسيطه ممكن تعطي كثير من الاناقه. بالضبط. في داعي للتعجيق، ويمكن قطعه بالبيت قديمه فينا نجددها. فينا نجددها اكيد، هذا شيء اكيد لكل السيدات يعني. فرح اكيد انبسطنا فيك عامر، واكيد هي النصائح نتمنى كل ست تعطي اذنها شوي وتاخذ اذواق غيرها اليوم. مثل ما قلنا يمكن مو شغله بكثره دفع المصاري والتغيير، أبداً من شغلات أبداً بسيطه بنقدر نغير ديكور وبنقدر نعمل شيء كتير حلو. شكرا عامر. يا هلا. شكرا.